صباح الخير. هقرا معاكم جزء من انجيل متى اصحاح 22. انجيل متى اصحاح 22 ومن عدد 34. اما الفريسيون فلما سمعوا إنه أبكم الصدقيون اجتمعوا معا وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. خلونا نحني في الصلاة. أشكرك عشان حضورك. أشكرك يا رب لأنه ده اللي بيميزنا، إنك أنت موجود يا رب. ده معنى لقائنا واجتماعنا، إنك أنت في الوسط. وإنك أنت عندك رسالة في قلبك يا رب عايز تكلمنا بيها. الصغير والكبير، القديم يا رب والجديد. عشان كده حصرنا بالروح القدس يا رب، اخترقنا بكلمتك لأنها حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. يا رب النهاردة الروح القدس يا رب ياخد اللي في قلبك ويعلنه لينا يا رب. نستقبل إعلانات الروح القدس، مش مجرد كلمات يا رب حافظينها منذ حدثتنا، لكن يا رب عايزين نتغير في محضرك، وعايزين نكون الكنيسة والمؤمنين يا رب لحسب قلبك. مبارك اسمك لأنك حي ولأن كلمتك حية، ليك كل المجد والشكر. أمين. بيقول الكتاب في إنجيل متى إصحاح 22 إنه في واحد قام وسأل المسيح سؤال، وكأنه عايز يقول له: أنت قلت لنا كلام كتير جدا، أنت في كلام نعمة كتير خرج من فمك لحياتنا، انت ياما وعظتنا والموعظة على الجبل من المعظات القوية قوي، لكن احنا نفسنا تقول لنا بقى، لو عايز كده تلخص لنا الملخص اللي قبل الامتحان عشان واحنا داخلين في الامتحان ننجح. ايه اكتر حاجة هتيجي في الامتحان؟ ايه اكتر سؤال هيجي في الامتحان ومحتاجين نبقى عارفين اجابته؟ ايه هي الوصية الاولى والعظمى في رأيك؟ ايه اهم وصية في رأيك؟ قالوا لو عايز تعرف ايه هي الوصية الاولى والعظمى اللي هتلخص كل اللي أنا قلته لكم، اللي هتلخص كل اللي أنا عشته معاكم فيه، اللي هتلخص كل اللي شفتوني وأنا بعيش وبتصرف، الوصية الأولى والعظمى هي الحب. هي الحب، لأنه الله محبة. الوصية الأولى والعظمى هي أنك تحب بحقيقي، تحب الرب إلهك من كل، مش من جزء، مش من جزء مهم، تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك ومن كل قدرتك، عشان هو يستحق كده، عشان هو حبك للمنتهى، عشان هو ادالك الكل. انك تحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك وقدرتك، مش انك تكون مؤمن كويس بتحب ربنا وليه جزء كبير في حياتك. الوصية الأولى والعظمى انك تحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك وقدرتك ونفسك. دي الوصية الأولى والعظمى. بس هقول لك التانية زيها بالظبط، اوعى تفتكر انها اقل من الاولى، ولازم تفهم ان الاولى هي اللي بتخليك تعرف تعيش الثانيه، من غير الاولى ما تقدرش تعيش الثانيه. والثانيه مثلها انك تحب قريبك كنفسك، انك تحب قريبك كنفسك. الوصيه الاولى العظمى انك تحب الرب الهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. قال له ده الملخص، ده الكونكلوجن، ده لو نسيت اي حاجه من اللي انا قلتها افتكر الكلمات ديت، لان هي دي اللي هتخليك تعيش بحق وحقيقي، ودي اللي هتخلي لما الناس تشوف ولادي يعرفوا انهم ولادي لانهم يشبهوني. مش هيفضلوا يفكروا هم يا ترى الناس دولت مين، هم جايين من فين، هيبقى واضح جدا. عايز الناس ما تخطئش فيك، عايز الناس ما تبقاش بتضرب اخماس وازاز هو انت مين، يقول لك عيش الوصية الأولى والعظمى، حب الرب إلهك
وحب قريبك كنفسك، ساعتها الناس هتبقى متأكدة إن أنت ولادي، ساعتها الناس هتبقى متأكدة إنه كنيستي حية لأن أنا حي فيها. تحب الرب إلهك، تحب ربنا، تحبه بحقه حقيقي، ويبقى تملي عندك أشواق ليه، تملي يبقى عندك أشواق إنك عايز تعرفه، إنك عايز تستمتع بيه، إنك عايز تتلذذ بيه، إنك مش عايز تفقد علاقة الحب الحرة، إنك بتحب ربنا بحقه حقيقي. لما ربنا خرج شعب إسرائيل من أرض العبودية كان بيدعو كل واحد في الشعب دوت اللي كان في قلب ربنا من أجل كل واحد في الشعب إنه يدخل في عبادة معاه، إنه يدخل في علاقة معاه. وعشان كده قال لموسى روح قول لفرعون يطلق شعبي ليعبدوني. أنا عايز العلاقة ديت، أنا عايز العبادة ديت، أنا عايز الحب دوت. أنا أشواق قلبي لكل واحد من شعبي إنه يقرب قوي، إنه يعرفني قوي، إنه يدخل معايا في علاقة، إنه فعلا يعبدني بفرح. دي كانت دعوة ربنا، دي كانت دعوة ربنا. وعشان كده لما ادالهم الوصايا على جبل سيناء، ادالهم الوصايا علشان يغسل ذهنهم من كل اللي هم عاشوه في مصر وشافوه في مصر، عشان يغسل ذهنهم من المقاييس الغلط اللي شافوها وعاشوها، وعشان يدلهم المقاييس الصح اللي يقدروا يعيشوا بيها معاه، اللي يقدروا يعيشوا الهوية الجديدة، إن أنتم شعبي، أنتم أمة مقدسة، أنا عايز أقيم علاقة مع كل واحد فيكم. بس تصوروا إنه الشعب رفض العلاقة، إنه الشعب رفض الحب، إنه الشعب رفض إنه يكون قريب قوي من ربنا، إنه الشعب اختار أنا عايز أشوف أعمالك مش أشوفك أنت، أنا عايز أفرح بأعمالك مش أفرح بيك أنت. وده كان الفرق الكبير ما بين الشعب وما بين موسى. اوعكم تفتكروا إنه موسى ربنا ميزه من أجل كده إنه عايز يميزه. الفرق الكبير ما بين الشعب وما بين موسى إنه موسى عايز ربنا، موسى بيحب ربنا وعايز يدخل في علاقة حب أضعاف أضعاف، عايز يرى مجده، عايز يتلامس معاه، لكن الشعب عايز يقف من بعيد ويرى أعماله. تتصوروا لدرجة إنه الشعب قال لموسى لما كان يشوفوا ربنا يجي على الجبل والجبل يدخن ويطلع منه دخان ويسمعوا صوت الرعد ويشوفوا البروق، يقول الكتاب كانوا يخافوا يقفوا بعيد. شوفوا بقى الحكة المحزنة، حتى حاجة مش معقولة، حاجة لا يصدقها عقل. قالوا لموسى أنت اتكلم معانا، لكن احنا مش عايزين ربنا يتكلم معانا، احنا مش عايزين وهو يتكلم معانا، احنا مش عايزين نسمع صوته، احسن نموت. وكأنه موسى عايز يقول لهم هو انتوا لو سمعتوا صوته هتموتوا، ولا الموت ان انتوا ما تسمعوش صوته، ولا الموت الحقيقي ان انتوا ما تبقوش سامعينه، ولا الموت الحقيقي ان انتوا ما تبقوش شايفينه. وموسى كان اتجاه قلبه مختلف خالص، كان مختلف خالص، وقال لهم ما تخافوش، قال لهم ما تخافوش، وقال لهم مرتين ما تخافوش، ما تخافوش، ده ربنا جاي يمتحنكم علشان يملى حياتكم بمخافته. قال لهم ما تخافوش الخوف اللي يخليكم تستخبوا من ربنا، لكن ربنا عايز قلبكم يتملي بمخافته اللي تقربكم من ربنا. وموسى الوحيد اللي كان لما الجبل يدخن كان يدخل في وسط السحابة ويقول له عايزك أريني مجدك، اتكلم لقلبي، أنا مش هعرف أعيش من غير معرفك، أنا مش هعرف أعيش من غير ما أرى مجدك. وفي يوم ربنا اقترح على موسى اقتراح، قال له موسى بص أنا هقترح عليك اقتراح جميل، بص أنت هتفضل تملي قائد ناجح، وبص وهتاخد الشعب دوت، والشعب هيدخل أرض الموعد، أرض تفيض لبن وعسل. فأنا بص الخطة اللي بديها لك يا موسى والاقتراح اللي بقترحه عليك إن أنا هأرسل ملاك هيمشي قدامكم وهيقود الشعب لأرض الموعد. موسى قال له لأ ترسل ملاك يا موسى؟ ده احنا نتمنى نشوف الملائكة في إيه يا موسى، دي الملائكة دي حاجة جميلة قوي. قال له ترسل ملاك يمشي قدامنا؟ هو أنا اللي فارق معايا أرض الموعد وأنا اللي فارق معايا أنت؟ أنا اللي فارق معايا أنت، أنا اللي فارق معايا أني أشوف مجدك، أنا اللي فارق معايا أني أكون في علاقة حميمة معاك، أنا اللي بيشبع قلبي واحتياجاتي من جوه، اللي بيخليني فرحان وسعيد هو أنت، اللي بيخليني قائد ناجح،
إني أستقبل حضورك لحظة بلحظة، وإني أسمع صوتك وقيادتك لحظة بلحظة. وقال لي ربنا بوضوح، قال له إن لم يسر وجهك أمامنا لا تصعدنا من هنا. لو ما كنتش أنت بنفسك اللي هتيجي وتقودنا، ووجهك يشرق علينا، ووجهك يسير أمامنا، ونبقى لمسينك وشايفينك، لا تصعدنا من هنا. مش فارق معايا أني أدخل أرض الموعد، مش فارق معايا اللي أنت بتعمله، وبشكرك لأن أنت بتعمله عظيم. أنا فارق معايا أنت، فارق معايا أنت. سامحوني يا إخوة، لو كنا صادقين مع نفسنا، لو كنا حقيقين مع نفسنا، للأسف مرات كتيرة، مرات كتيرة اللي بيبقى فارق معانا كأولاد ربنا، اللي بيبقى فارق معانا كمؤمنين، أعمال الله أكتر من الله نفسه. اللي بيبقى فارق معانا معجزاته وآياته، اللي بيبقى فارق معانا شفاءاته والبركة اللي بتجيها لنا في أشغالنا، اللي بيبقى فارق معانا إن إحنا نشوف أعماله ونفرح بأعماله، وهو لأنه بيحبنا أعماله عظيمة في حياتنا. بس عايز أسألك بصدق، إمتى آخر مرة جيت قدامه بجوع حقيقي وبعطش حقيقي وإنت بتقوله عايزك؟ إمتى آخر مرة دخلتي مخدعك وإنت بتقولي له أنا جاية أمسك بيك ولا أرخيك، أنا عايزة رب أتلامس معاك، أنا عايزة أدوقك، أنا عايزة أفرح بيك، وهو يرحب بيك ويرحب بيكي ويقول لك بصي كل اللي دوقته للقصص اللي بتقريها في الكتاب المقدس وبره الكتاب المقدس من حقك انك تدوقها. اللي عملته مع موسى، اللي عملته مع بولس، اللي عملته مع كل الرجال بتوعي والسيدات بتوعي من حقك انك تدوقه. لو انت جاي طالبني انا، لو انت جاي عايزني انا، امتى اخر مره حسيت بالجوع دوت؟ عارفه وعارف لما تجوع قوي، لما تبقى جعان قوي لدرجه معدتك تورس عليك وتبقى مستعد تعمل اي حاجه عشان تاكل، مش قادر تعمل اي حاجه غير تاكل، حاسس بالوجع ده من كتر الجوع. عارف لما يبقى جواك احتياج ملح وبتصرخ زي بارتيماوس، انا عايز ابصر. عارف الاحتياج الجامد قوي ده، امتى اخر مره شعرت بالاحتياج دوت؟ امتى اخر مره قلت للروح القدس انا قلبي بارد، بس انت مكتوب عنك انك انت نار، انت بتيجي بنار، تعالى بنار في قلبي عشان تحيي الاشواق اللي ماتت، عشان تحيي الاشواق اللي ماتت. اسمعني في العبارة اللي هقولها لك، واسمعيني في العبارة اللي هقولها لك. انت اللي بتحدد مدى قربك من ربنا، انت اللي بتحددي هتبقي قريبة منه قد ايه. هو عايز كل ولاده يبقوا قريبين، هو عايز كل ولاده يبقى موسى ويبقى ابراهيم ويبقى بولس، هو عايز العلاقة الحميمة معاك. بس انت اللي بتحدد انت هتبقى قريب منه قد ايه. في واحده ست كانت مره كده قاعده قدام يسوع وقالت له بص معلش سامحني انا عايزه اعاتبك، انا حاسه انه مش من العدل، مش فير انه كل ما نبص على صوره نلاقي اللي نايم في حضنك يوحنا، على طول في الصوره نعرف مين يوحنا لان هو اللي مسنود على حضنك. يا رب مش عدل انه يوحنا الوحيد اللي كان تملي بيبقى موجود في حضنك. فبتقول شعرت إنه بيرد عليا في قلبي وقال لي يوحنا الوحيد اللي كان عايز كده، هو اللي كان عايز كده، هو اللي كان بيدور على حضني، هو اللي كان بيدور على نبضات قلبي. لكن أنا حضني متاح لكل ولادي، اللي هيعوز ويقرب هيجي في حضني، اللي هيعوز ويقرب زي بطرس ويعقوب ويوحنا ما كانوا لازقين لي، هيشوف مجدي فوق جبل التجلي، هيشوفني وأنا بأقيم ابنة يايروس، هيختبر ويشوف حاجات اللي ما قربش مش هيشوفها. في مؤمنين اللي مفرحهم ان هم ضامنين ان هم هيروحوا السماء، واللي مفرحهم انهم بيعملوا بعض الانشطه الروحيه ومكتفيين عند كده، ومكتفيين. تصور انك انت بقالك 20 سنه بتعرف المسيح ومحلك سر واقف في نفس الحته، وفرحان انك في يوم من الايام هتروح السماء، ويسوع يقول لك قرب مني، تعال اطلبني، انا اللي عايز اعلنه لك واكشفه لك بلا حدود. عارف بولس هو بيتكلم عن المحبه وطولها وعرضها وعمقها وعلوها، انا عايز اغرقك في الحب ده، تلاقي نفسك بتختصي في الحب دوت. انت عارف ابراهيم وهو بيتكلم عن قدرتي ومصدق في قدرتي ومصدق اني قادر ان اقيم من الاموات ايضا، انا عايز اعلن لك على القدره ديت.
بس انت اللي بتحدد مقدار قربك من ربنا. عايز تملي تفرح باعماله ولا عايزه هو؟ ولا بتقول له عايز اشوفك، وريني مجدك، اعلن لي عن نفسك، الحاجه اللي بتشبع قلبي واللي بتخليني اعيش اني ابقى متلامس معاك. مرسى كتير طبعا بهدلناها في الوعظ، يعني بتصعب عليا مرات من كتر ما بهدلناها، بس هي مرسى الحقيقه ست كويسه قوي وست قلبها خدوم قوي. بس عارفين مشكلتها؟ هي مشكله مؤمنين كتار، ان هي انشغالها طفى الاشواق اللي في قلبها، خلاها ما جواهاش الباشن ده، ما خلاهاش جواهاش الحرقه ديت اللي جوا قلب مريم، ما جواهاش الاشواق الجامده دي اللي جوا قلب مريم اللي بتقعد عند اقدامه منين ما تشوفه. وسط انشغالها خلاها تنسى، خلاها تنسى. سمعت اسطوره يعني قصه خياليه عن بلد صغيره اكتشفوا فيها ينبوع ميه، اللي يشرب من الينبوع دوت يتشفي، انه ينبوع ميه مميز جدا اللي يشرب منه يتشفي ايا كان المرض اللي عنده. فدي كانت قريه كده، بلد صغيره محدش يسمع عنها، فابتدت الناس تسمع وابتدت تسافر من بلاد كتير حوالين البلد دي ومن حتت بعيده يجوا يشربوا من الينبوع دوت. وابتدت البلد الصغيره دي تتزحم بناس جايه فعلا تشرب من الينبوع، وتشرب من الينبوع تتشفي وتروح تحكي، فالناس تزداد اكتر واكتر. فالناس اللي في البلد قالوا موضوع الينبوع ده فرصه كبيره قوي بالنسبه لنا، دي فرصه هائله، احنا ممكن نعمل بيزنس من خلال الينبوع ده، احنا نبتدي نبني فنادق اوتيلات عشان الناس اللي جايه تشرب من الينبوع تلاقي اماكن تبيت فيها، احنا نبني مطاعم عشان الناس تاكل، نفتح كده محلات للسوفينير ونحط كده ميه في الازايز الصغيره، وابتدى يبقى في بيزنس كبير قوي. وجيل مات وجيل تاني اتولد وفضل يمارس نفس البيزنس من الفنادق والمطاعم ومحلات السوفينير. في مره سايح جاي من بلد بعيده جاي للبلد دي علشان يدور على الينبوع، ابتدى يمشي في شوارع البلد انه يلاقي اي يافطه بتقول فين الينبوع مش لاقي، كمل يمشي انه يلاقي اي سهم بيقول فين الينبوع مش لاقي. فراح دخل في مطعم من المطاعم وسال صاحب المطعم، قال له من فضلك هو فين ينبوع الميه اللي عندكم هنا في البلد بتاعتكم؟ ساعتها بص له كده قال له ينبوع ايه؟ انا ما اعرفش الينبوع ده، انا ما اعرفش الينبوع دوت. تتصور انك انت طبعا عارف الينبوع، انت عارف يسوع، بس تتصور انه من كتر انشغالك، وحتى مرات انشغالك في حاجات كويسه وفي خدمات وفي انشطه وبرامج كده تتفرج عليها في التلفزيون، برامج روحيه واجتماعات ومؤتمرات، تتصور انه في وسط كل الانشغال دوت اسالك انت مستمتع بالعلاقه الحميمه معاه؟ انت بتسمعه بيكلمك كتير؟ مش في المناسبات، مش في المناسبات، لانه لو مش بيكلمك كل يوم مش هيكلمك في المناسبات، مش هتعرف تستقبل صوته في المناسبات. انت بتسمع صوته، انت عندك رصيد من كلامه ليك، انت شبعان بيه وفرحان بيه، ولا الينبوع تاه في وسط زحمه انشطه وانشطه كويسه؟ قالوا ليسوع هي ايه الوصيه الاولى؟ ايه اللي انت عايز توصينا بيه؟ قال الحب. الحب، لو فقدت الحب، لو فقدت الاشواق دي هتكونوا فقدت كل حاجه، هتكونوا فقدت كل حاجه. لو فقدتوا الباشن ده اللي جوه قلبكم وبتيجوا تقولوا لي عايزينك، ده انت هتفضل عمرك كله اعلانات يسوع ما تنتهيش، هتفضل بتشوف لمحات من المجد هيستوعب عمرك كله لغايه ما يبقى عمرك 80 و90 سنه، يسوع يستوعبك، يستوعب عمرك كله. بس مشكلتك انك مكتفي، مشكلتك انك راضيه، مشكلتك انك مش بتقرب قوي، انك مش مليان بالجوع والعطش. ولما تلاقي نفسك قلبك بارد تصرخ للروح القدس تعالى بنهرك، دوب التلج اللي في قلبي، دوب التلج اللي في قلبي. في واحد راح لسقراط الفيلسوف الكبير قال له علمني المعرفه، علمني الحكمه. فسقراط اخده كده عند حمام سباحه ومسكه من راسه وابتدى يغطسه ويطلعه، يغطسه ويطلعه، والراجل عمال عايز يتنفس وده مش سايب له فرصه، فابتدى هيموت عايز هوا. عارفين سقراط قال له ايه؟ قال له انت لو طلبت المعرفه وطلبت الحكمه زي ما انت طالب الهوا دلوقتي وطالب الاكسجين هتلاقيها، هتلاقيها. وعايز اقول لك ما فيش شخص يجي ليسوع ويطلبه من كل قلبه ويقول له انا عايزك، وريني مجدك، عايز استمتع بعلاقه الحب معاك،
ويحبط ويغزل، لأنه ده وعده. تطلبوني أكيد أكيد هتجدوني، أكيد هتجدوني، بس لو طلبتوني زي ما بتطلبوا الهواء والمية، بس لو طلبتوني من كل قلبكم، لو طلبتوني من كل قلبكم. بيقول الكتاب إنه يسوع، عبارة كده جميلة قوي، يسوع اختار 12 تلميذ، وعارفين بيقول بقى عنهم إيه؟ أيوة، هم دولت اللي هيكسروا الدنيا، هم دولت اللي هيعملوا وحيسوه. يقول الكتاب إنه يسوع اختار 12 تلميذ ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. حط مليون خط تحت، ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. اختارهم عشان يبقوا معاه، عشان يستمتعوا بالعلاقة الحميمة معاه، عشان يشربوا من الحب معاه، عشان يعرفوه، عشان يتلمسوا معاه، عشان مش يسمعوا عنه أو يعرفوا عنه لكن يعرفوه. مش زي مؤمنين بيعرفوا عن يسوع وبيسمعوا عنه لكن علشان يعرفوه. اختار ال 12 تلميذ عشان يكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. عشان كده لما بطرس ويوحنا بالصلاة أقاموا المفلوج اللي كان بقاله 40 سنة عند باب الجميل، وبعدين كده رؤساء الكهنة ورؤساء الشعب جمعوهم قالوا لهم انتوا عملتوا زي المعجزة دي، فابتدى بطرس يقول لهم انتوا النهاردة بتستجوبونا من أجل إحسان لشخص. أنا عايز أقول لكم انه ده باسم يسوع المسيح النصير اللي انتوا قتلتوه والرب أقاموا من الأموات، ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وإيه فريرة صواريخ عمال يتكلم بيها. هما وقفوا كده مندهشين، ايه الجرأة ديت؟ واندهشوا اكتر. عارفين لما حصل ايه؟ لما عرفوا ان بطرس ويوحنا دولت مش متعلمين، وان دولت ناس عاميين جدا في الكلام، قالوا ايه ده؟ بعدين عرفوا المفتاح. يقول الكتاب وبعد كده عرفوهم انهم كانوا مع يسوع، انهم كانوا مع يسوع. هو ده السر، هو ده السر. عارف السر عشان يبعتك تكرز؟ انك تبقى مع يسوع وتملي تاخد اكل طازه كده وتروح توديه للناس فياكلوا ويشبعوا ويعرفوا انك انت مع يسوع. الناس يا جماعه مش قادره تاكل اكل بايت، الناس مش قادره تسمع كلمات جوفاء، الناس مش عايزه خدمه كلام، لكن عايزه تبقى مع يسوع وتاخد منه وتاخد من حضوره وتاخد منه عيش صابح للناس، اكل طازه للناس وتخرج بيها للناس. يقولوا اه ده مع يسوع، ده مع يسوع. مخدعه واضح ان هو مع يسوع، اشواقه واضحه ان هو مع يسوع. يا يسوع، في رايك ايه هي الوصيه الاولى والعظمى؟ ايه اللي نركز عليه؟ اللي نشتاق له ونصرخ له، اللي نطلبه من كل قلبنا؟ تحب الرب إلهك، ارجع حب ربنا تاني، انت ابنه، انت بنته، ارجع حبه تاني وارجع اطلبه تاني وارجع ركز عليه تاني. عارفين هايدي بيكر اللي بحكي عليها كتير الأيام ديت لاني متأثرة بيها قوي؟ عارفين هايدي بيكر بتقول، هي مشغولة جدا جدا، هي حاجة رهيبة اللي ربنا استخدمها بيها هي وجوزها في موزمبيق. عارفين بتقول ايه؟ بتقول عبارة كده نورت قصاد عينيا. قالت انا ما اقدرش غير كل يوم اتنقع مع يسوع بالساعات. قالت ما لاقيش نفسي، ما لاقيش نفسي غير لما اتنقع قدامه بالساعات. وبعدين عارفين كملت قالت ايه؟ قالت لما بتنقع قدامه بالساعات وبخرج بلاقي سهل قوي ان العمي بيبصروا والعرج بيمشوا، واشوف اللي مش متكون لهم عينين بيتكونوا عينين، بيتكون لهم عينين، بلاقيها المعجزات بتحصل بسهوله قوي قوي. بس لما بكون منقوعه في محضره، لما بخرج الحاجات دي بتحصل بسهوله جدا. حب الرب الهك. يسوع بينادي عليا وبينادي على كل واحد فينا، ارجعوا تاني للوصيه الاولى والعظمى، ارجعوا تاني اطلبوني. ما تنشغلوش بعيد عن الينبوع، احسن انتم انشغلتم بانشطه كتير بعيد عن الينبوع. ارجعوا اطلبوني لان هي دي الوصيه الاولى. وقال لهم والتانيه زيها، التانيه ايكوال ليها، التانيه في نفس قوتها. لانك ما تقدرش تحبني وما تحبش الناس. لو قلت انك بتحبني وما بتحبش الناس يبقى اللي انت بتقوله مش حقيقي. ما تقدرش تحب ربنا اللي انت مش شايفه وتقول انا بحب، مش بحب الناس اللي انا شايفه. ما تقدرش. لو بتحبني هتحب الناس. بصوا ربنا محاصرني الايام دي بطريقه خاصه جدا،
وبيهزني وبيغير فيا، مفتوحة قدامه عشان يفضل يغيرني. ربنا عمال يهزني إنه اللي إحنا بنمر بيه في مصر في الأيام ديت، الأوضاع الصعبة اللي بنمر بيها، الأوضاع الاقتصادية اللي بنمر بيها، الناس اللي مضغوطة ومزنوقة، الناس اللي يأسة وخايفة، ربنا عمال يحاصرني إنه ده وقت الكنيسة، ده وقت الكنيسة علشان تعرف تحب بحق وحقيقي، وعشان تغير العالم بحب يسوع. ده وقت الكنيسة علشان الناس مش محتاجة تسمع عن يسوع، الناس محتاجة تشوف يسوع من خلال ولاده، محتاجة تشوف يسوع من خلال كنيسة بتحب بحق وحقيقي، مش بتوعظ عن الحب. يا ما وعظنا، يا ما قرينا عن الحب، بس ده وقتنا مش عشان نوعظ عن الحب ولا نقرأ عن الحب، علشان ده وقتنا في أرض مصر يا جماعة، ده وقت ذهبي للكنيسة إنها تحب بحق وحقيقي، وإنه الناس تقدر تشوف يسوع من خلال إيدان الكنيسة ورجليها وعينيها وقلبها. هو ده الوقت، ده الوقت إنه تحصل معجزة بحق وحقيقي في قلب الكنيسة، معجزة حب حقيقية. خدوا بالكم، الكتاب قال لنا بكل وضوح يا جماعة، لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. وكأنه الكتاب عايز يقول لنا بصوا، المحبة مكلفة، المحبة فيها تضحية، المحبة مكلفة. المحبة لو ما أثرتش في اللي قدامك وحس بيها يبقى أنت ما حبتوش، لأنه المحبة مكلفة. المحبة مش كلام، مش كلام، مش كلام. في واحد كده راح بلد صغيرة، ناس كان فيها مستواهم المادي قليل قوي، فقراء فعلا، واقفين طابور، بس لا كده طابور ناس واقفة على مخبز عشان يعرفوا يشتروا بس العيش البلدي الرخيص، طابور طويل واقف كل واحد نفسه يلاقي كده رغيف رخيص يقدر يشتريه. فهو عمل ايه؟ طلع نبز وابتدى يفوت كده عليهم ويديلهم كل واحد نبزة ويقول لهم ربنا بيحبك، ربنا بيحبك. ففي واحدة ست كده جريئة شوية قالت له بص، الكلام اللي انت بتقوله لي لطيف قوي، بس الكلام اللي انت بتقوله لي مش بيملى معدتي، انا مش عايزة كلام، انا مش عايزة اسمع كلام، لو بتكلمني عن الحب خليني اشوف الحب، خليني اشوفه. عشان كده اتلمست بكابل كانوا ماشيين كده في حتة شعبية وشافوا منظر احنا سمعنا عنه كتير، بس لما شافوه بعينيهم اثر فيهم قوي. شافوا السبيته بتاعه الزباله، الاماكن بتاعه الزباله اللي فيها، عارفين بقى لما في الاماكن الشعبيه تبقى الزباله كده ماليه كده الكونتينرز الكبيره دي وفايضه منها، وشافوا اللي احنا بنسمع عنه كتير، الاطفال وهم قاعدين في وسط الزباله وعمالين ينبشوا وعمالين يحاولوا يلاقوا في الزباله اي حاجه ياكلوها وبياكلوها. هم طبعا اتأثروا جدا وقالوا المنظر رهيب، المنظر رهيب، لأنه ياما أكل معفن وياما. بس هم روحوا بيتهم ما وقفوش عند الحتة ديت، قالوا إحنا ممكن نعبر إزاي بحبنا بحق وحقيقي للأطفال دولت. كانوا محوشين فلوس، قالوا إحنا هناخد جزء كبير من اللي إحنا محوشينه وحنشارك أصحابنا، وشاركوا أصحابهم وجمعوا فلوس واشتروا أوتوبيسين كبار، والأوتوبيسين دولت كأنهم حولوهم لمطعم، وابتدوا كل يوم يروحوا في المكان بتاع الزبالة ده ويدعوا الأطفال أنهم يطلعوا في الأوتوبيس ويأكلوهم وجبات كويسة ويطبطبوا عليهم ويحبوهم ويزوروا لهم محبة. بعدين هم قالوا إحنا عايزين نعمل قفلة، نروح لقرية فقيرة قوي وناخد معانا مجموعة من المؤمنين. ففعلا عملوا القفلة ديت وراحوا. المؤمنين لما شافوا وضع الناس في القرية دي، في منهم عيط، بكوا، اتأثروا جدا وابتدوا يصلوا يا رب بتفضلك اتدخل، يا رب تنازل للناس ديت. بس الكابل دوت بيعلق وبيقول لكن قليلين اللي صلوا قالوا له انت عايز تستخدمنا ازاي عشان نكون جزء من الحل. وقالوا انه بعد القفلة كتير روحوا بيتهم وعاشوا عادي، وقفوا عند حد التأثر والدموع وعلقوا كده، قالوا إنه النوايا الطيبة ما بتنفعش، النوايا الطيبة ما بتنفعش، أنت عايزنا إحنا نبقى جزء إيه من الحل.
الناس مش محتاجة تسمع عن الحب، الناس مش محتاجة وعظات ولا نبذ عن الحب، الناس محتاجة تشوف يسوع بحقه حقيقي من خلالك، وتشوفك وانت بتخرج عن طريقك لانك بتحب. المحبة مكلفة، المحبة مكلفة، المحبة هتخليك تخرج برا طريقك، تخليك تخرج برا طريقك. عشان كده لما واحد سأل المسيح من هو قريبي وقال له مثل السامري الصالح، قال له بالضبط كده، انه المحبة الكاهن واللاوي ما رضيوش يخرجوا برا طريقهم، هي دي كانت المشكلة، انهم رايحين الكنيسة يسمعوا وعظة ويقولوا وعظة لكن مش عايزين يعيشوا الوعظة اللي هم بيقولوها. لكن السامري الصالح اللي من جنس تاني اللي عمله انه خرج برا طريقه، خرج برا طريقه واخد الراجل ده على الدبه بتاعته وحطه في الفندق ودفع فلوس وقال لهم لما هرجع هكمل الفاتوره. المحبه اللي مش هتكلفك وقت، اللي مش هتكلفك مجهود، اللي مش هتكلفك فلوس، اللي مش هتكلفك انك تدي من اللي عندك، مش محبه، مش محبه. العالم لن يتغير غير لو شاف يسوع من خلال الكنيسة اللي بتحب بحقه حقيقي. العالم محتاج انه يشوف اللي سمعه بيتوعظ، يشوف اللي سمعه موجود في الكتاب المقدس، الآيات اللي موجودة في الكتاب المقدس. ده زماننا عشان نعيش آيات الكتاب المقدس، عشان نغير العالم بمحبة المسيح، نغير العالم بمحبة المسيح. هايدي بيكر بتقول أنا لما روحت موزمبيق البلد الفقيرة ديت، ما كانش أكتر حاجة بيشغلني النهضة العظيمة اللي هتحصل هناك، مع أني بشكر ربنا على النهضة اللي شفناها، ولا كمية الكنائس اللي هنزرعها مع أنه 10,000 كنيسة اتزرعت، ما كانش اللي بيشغلني كده. بتقول أنا اللي كان بيشغلني أن أنا رايحة أحب الشعب ده وأحبه واحد واحد، أحبه واحد واحد، أحب اللي بيقابلني في الطريق. وبيقول بتقول انه المؤمنين عارفين انه اللي اخرني عن ميعاد في الكنيسه واجتماع ان انا قابلت حد في الطريق وكان محتاج لي، عشان كده انا قربت منه. في اخت بتقول عندنا في الكنيسه في كابل مش بيشوفوا، فاقدين البصر، وعملنا اعلان ان هم نفسهم يجوا الاجتماع بس محتاجين حد يفوت عليهم كل اسبوع عشان يجيبهم الاجتماع. فبتقول انا توقعت انه هلاقي طابور من المؤمنين كل واحد جاي يقول ايوه انا عايز اوصل الكابل ده. بتقول انا ذهلت انه ما لقيتش حد استجاب للاعلان، وبعدين عرفت ليه، لان هم ساكنين بعيد، لانه الكابل ده ساكن بعيد، يعني لو في سكتنا كنا نجيبه، كنا هنضحي ونجيبه، لكن احنا معقوله كل اسبوع هنخرج بره سكتنا للدرجه دي؟ مش معقوله. قال لهم يا جماعة الوصية الأولى والعظمى، لو عايزين تعرفوا إيه اللي هيجي في الامتحان لو نفسكم تعرفوا إيه الكونكلوجن، حب ربنا قوي، ومن الحب دوت حب الناس. مش هتعرف تحب الناس لو ما حبيتوش ولو ما تمليتش بمحبته. حب ربنا قوي وحب الناس. جويس ماير أنتوا بمتالي ناس كتير شافت البرامج بتاعتها، قالت عبارة عجبتني قوي، قالت أنا اللي بسافر في بلاد كتيرة باخد خدمات وبوعظ، فبنزل في فنادق فعلى باب الفندق تملي بحط العلامة بتاعت ممنوع الإزعاج، العلامات دي اللي بتتحط في الفندق، تملي بتقول بحط العلامة دي على باب الأوضة بتاعتي ممنوع الإزعاج. بس قالت بس أنا ما أقدرش أحط العلامة دي على حياتي، ما أقدرش أحط على حياتي ممنوع الإزعاج، لأن أنا لو بحب هتزعج، لو بتحب هتزعج، من الآخر كده. وربنا بيتحداني بالحكاية دي، لو بتحبي هتزعجي، والناس هتجيلك في وقت كنت هتبقي عايزه تستريحي فيه، والناس هتعمل. قالت انا ما اقدرش احطها على حياتي. عشان كده انا اتفاجئت ان هي مش بس بتروح حتت تناجي بكلمه ربنا، ودي حاجه غاليه قوي، لكن ابتدت تعمل فرق ويروحوا في اماكن محتاجه مساعده مذهله. تصوروا من ضمن الاماكن اللي راحوها في الهند، لقوا مناطق وشوارع بحالها ستات فقراء قوي جوازهم ماتوا معاهم عيال وباعوا نفسهم للدعارة. وبتقول المذهل اللي يقشعر منه الأبدان إنه الأطفال عايشين في الوسط ده، في وسط الدعارة، إنه الأطفال عينيهم بتشوف الوسط دوت، وراحوا ابتدوا يخدموا. وبتقول إحنا بنشكر الرب إنه حوالي 70% من الستات دولت أنقذوا، وأخدناهم في حتت بعيدة وعلمناهم مهن علشان يقدروا يشتغلوها، وعملنا حاجات للأطفال علشان يتشفوا من اللي عينيهم شافته واللي ودانهم سمعته.
قالت ما اقدرش احط على حياتي، ما اقدرش احط على حياتي ممنوع الازعاج، ما اقدرش احطها على حياتي. المحبه مكلفه، المحبه هتزعجك، بس دي المحبه اللي بتغير. لكن الكلام مش بيغير، ولا الشعارات ولا النبس، لكن المحبه الحقيقيه اللي بتغير. الشعب في القديم كان ربنا بيقوده بسحابه في الصبح وبعمود نار بالليل، ومنين ما السحابه كانت تتحرك كانوا يتحركوا معاها، منين ما تقف كانوا يقفوا معاها. مرات كانت السحابه تقف لمده يوم وبعد كده يتحركوا، مرات السحابه كانت تقف لمده 3 ايام وبعد كده يتحركوا. منين ما تتحرك السحابه كانوا يتحركوا معاها. طبعا حاجه متعبه ان هم مش عارفين امتى السحابه هتتحرك، وتخيلوا ربنا ما ادالهمش جدول شهري كده يقول لهم السحابه هتتحرك يوم الاثنين وبعدين يوم السبت الاسبوع اللي بعده. لا، هم تملي لازم يبقوا مستعدين. منين ما السحابه تتحرك، منين ما السحابه تتحرك ان هم يتحركوا معاها. وعايزه اقول لك، منين ما الروح القدس يقودك، محتاج تتقاد معاه، محتاج تتقاد معاه، لانه عارف مرات هيقودك لناس محدش يحب يتعامل معاهم، ناس تقال على قلب الناس، هيقودك ليهم. السحابة هتتحرك، الروح القدس هيتحرك عشان يقودك ليه. شاب السحابة تحركت في حياته، الروح القدس قاده لطفل معاق ذهنيا، معاق مش 100%، عنده نسبة إعاقة كبيرة بس مش 100%، وربنا حط في قلبه قوي الطفل ده، وابتدى يروح له في البيت ويقضي معاه وقت عشان يلعب معاه ويأكله بإيده وياخد له لعب. وفي يوم الأيام الشاب ده كان رايح مؤتمر وأخذ الطفل ده معه في المؤتمر، وكان عليه تأمل في المؤتمر الشاب دوت، فوقف في التأمل يتكلم عن المحبة، وتفاجئ إنه الولد دوت مشي 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 لغاية ما طلع على المنبر. هو بيتهته في الكلام، مش بيعرف يتكلم قوي، لكن كل اللي عمله الشاب دوت بيتكلم عن المحبة إن هو بيشاور عليه ويقول لهم كده بتهتها صح صح. كان عايز يقول لهم اللي هو بيقوله ده حقيقي، اللي هو بيقوله ده مش وعظة، اللي هو بيقوله دوت هو عايشه، هو عايشه. مرات السحابة هتقودك لناس وحيدة محدش بيسأل عنهم، وهتسألك مستعدة تديلهم وقت. السحابة هتقودك لناس معاك في الشغل مطلعين عينك، وانت بتسأل ربنا انت ليه خليني في الشغل ده الناس مطلع عيني، ويقولك السحابة بتقودك انا عايزك تحب رغم المقاومة، عايزك تحب، وانا سايبك في المكان ده عشان انت النور الوحيد اللي موجود في الضلمه ديت، مستعد تكمل معايا وتتحرك منين ما السحابه تقودك. سالوه ايه الوصيه الاولى والعظمى، قال لهم الحب. الوصيه هي الحب، الوصيه هي الحب، الوصيه هي المحبه. والمحبه اللي مش هتكلفك وقت ومجهود وفلوس مش محبه، المحبة اللي مش هتكلفك غير كلام مش محبة، لن تغير العالم. بولس يقول لتيموثاوس، يقول له ايه بقى؟ يقول له اوصي الاغنياء، اوصي الاغنياء انهم يكونوا اغنياء في اعمال صالحة وان يكونوا اسخياء في العطاء. وصي الاغنياء يكونوا اغنياء في اعمال صالحة ويكونوا اسخياء في العطاء. ضحكت جات لي كده على الواتساب كده، يعني لمحه كده مضحكه، بس فرقت معايا عشان قلت صدقوني مرات بنعمل كده. بتقول ان واحد في الكنيسه وجاء وقت العطاء، فالعطاء هو فايت سبب بتاع العطاء، حط ايده في جيبه ودور كده، دور هو عارف بقى اللي في جيبه، لغايه ما لقى كده جنيه قديم طلعه وطبقه وراح حطه في العطاء. بعدين لقى واحد عجوز كده راجل كبير في السن وراه بيخبط عليه، واداله كده ورقتين كل واحده ب200 وثلاث ورقات كده كل واحده ب100 واربع ورقات ب50، فالراجل اخذهم وراح حطتهم له في السبت بتاع العطا. وبعد ما السبت بتاع العطا فات بص للراجل الكبير ده وقال له ربنا يباركك، حقيقي ربنا يباركك. فقال له انا ما عملتش حاجه. قال له ايه؟ قال له دي الفلوس اللي وقعت من جيبك وانت بتدور على حاجه تحطها في العطا. قال له دي الفلوس اللي واحد من جيبك. فعشان كده بولس يقول لتيموثاوس قول للاغنياء، قول لهم ما تدوروش على الجنيه القديم كده وتطبقوه عشان تحطوه في العطا، قول لهم يكونوا اغنياء في اعمال صالحه ويكونوا اسخياء في العطاء. في ناس وهي قاعده تقول الحمد لله انا مش غني، ده انا مكفيها بالعافيه.
اوعك تستريح، اوعك تقعد تستريح عشان كتاب دورك جاي. عارف الكتاب يقول ايه؟ مسيح امتدح المرأة الأرملة اللي ادت فلسين اكتر من الاغنياء لانها ادت من اعوازها، ادت من اعوازها. ده الوقت، لو عمرنا ما تعلمنا ندي من اعوازنا، ده الوقت في مصر اللي محتاجين نتعلم ندي من اعوازنا، ندي من اعوازنا. في جندي فرنساوي اسمه مارتن، فمره هو ماشي في شوارع فرنسا وقت الشتاء لقى واحد بردان قوي، راجل شحات بردان جدا عمال يتهز من كتر البرد. فمارتن اخذ الرداء ده اللي كانوا بيلبسوه كده حاجه زي البلطو بس من غير كمام، واخده قصته نصين وادى للراجل ده، حطه على كتفه واخد هو النص التاني. وبيقول انه بالليل شاف رؤيا، شاف يسوع لابس جزء بتاع الرداء بتاعه اللي هو اداه للراجل البردان، وشاف يسوع هو بيبتسم وبيبص للملائكه وبيقول لهم النهارده مارتن كساني. وافتكر مارتن وهو بيشوف الرؤيا دي كلمات المسيح، انه كنت عريان فكسوتموني، كنت مريض فزرتموني، كنت جعان فاطعموني، وسالوه امتى شفناك جعان وعريان، قال لهم اللي عملتوه هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتهم. تصوروا الرؤيه دي غيرت مسار حياته. قال انا عشت جندي كتير في الجيش الفرنساوي، انا عايز من هنا ورايح ابقى جندي في جيش المسيح. حياته اتغيرت تماما، حب وعطاء مذهل، حب وعطاء مذهل بدل يغير قلوب الناس، بدل يغير قلوب الناس. هختم وانا بقول لكم وعد عظيم في الكتاب المقدس، وعد جميل موجود في اشعياء 58. في اشعياء 58 ربنا بيقول لما تيجوا تصوموا وانتم ممتنعين على الاكل، اعرفوا كمان ايه اللي انا بختاره في الصوم ده، اليس هذا صوم اختاره؟ ايه يا رب، ايه يا رب الصوم؟ قال ان تكسر خبزك للجائع. يعني بص الرغيف بتاعك هتكسره مع الجائع. كلنا محتاجين في الايام ديت ومضغوطين وفي وسط الضغطه، اكسر خبزك للجائع وخد المسكين لبيتك، وان رايت عريانا ان تكسوه. شوفوا بقى يتكلم على البركه ايه. يقول حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك. حينئذ ينفجر مثل، يبقى النور في حياتك منفجر مثل الصبح، وتنبت صحتك سريعا. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول انا ذا. يقول لك حبيبي انت بتدعو لايه؟ انت بتستغيث بايه؟ انا احب اسمع لطلباتك، انت قلبي بيكرمني، انت قلبي بيحبني، وانا بكرم الذين يكرمونني. فات وقت الكلام، فات وقت الوعظ، فات وقت النبذ، وجاء وقت الحياه المعاشه، الانجيل المعاش اللي الناس تشوفه في حياه الكنيسه وحياه المؤمنين. جاء وقت ان احنا نتعلم مستوى تاني من العطاء ما كناش نعرفه قبل كده، ان نكسر خبزنا للجائع. ده وقت لمصر انها ترى يسوع من خلال مؤمنين بحقيقي بيحبوه واخدين من حبه عشان يعرفوا يحبوه. الوصيه الاولى والعظمى انك تحب الرب الهك من كل قلبك وفكرك وقدرتك، وتحب قريبك كنفسك. الثانيه زيها، الاثنين على نفس الاهميه. امين. خلونا ناخد وقت في الصلاه. خد وقت قدام ربنا وقول له انا بعترف انه قلبي فتر من زمان يا رب، اني انا بدور على اعمالك مش بدور عليك انت، اني بفرح باعمالك اكتر ما بفرح بيك. مش قادر يبقى جوايا الاشواق اللي جوه قلب مريم عشان اجي اقعد عند اقدامك، لكن تعالى النهارده بنيران الروح القدس، عايز ارجع اجوع لك واعطش لك،
عايز ارجع اطلبك واقرب منك، وانت بتقول لي انا اللي بحدد قربي منك. انا عايز الزق فيك يا رب، انا عايز ابقى زي يوحنا اللي جاي في حضنك. ده حضنك مفتوح لكل واحد فينا. عايز ارجع لك، ارجع لك. انا تهت بعيد، انا نسيت الينبوع، انا تهت في الانشطه وفي الخدمات. عشان كده وانت قاعد في مكانك مع فريق الترنيم، لو انت عارف الكلمات دي قول له: سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن اخشى الموت فقد صرت انت حياتي. انا عايز ارجع لحضنك وألوذ بحضنك واترمي في حضنك. وحشتني، عايز ارجع ادوقك والمسك واعيش الكلمات. تلذذ بالرب، تلذذ بالرب. ترجع عيني تشوفك ويرجع قلبي يشبع بيك، واقوم من قدامك فرحان بسبب اللقاء بيك يا رب، بسبب اللقاء بيك. واقوم من قدامك متغير بسبب لقائي بيك. انا عايزك، انا عايزك، انا عايزه اقولها لك النهارده، ما قلتلكش من زمان. انا طالبك يا رب، انا طالبك. اعلن لي عن نفسك، اعلن لي عن حبك، اعلن لي عن امانتك. املاني بيك يا رب، املاني بيك. غطسني في محبتك، ولا مشغوليه ولا برامج،
ولا حاجة تاخدني بعيد عنك يا رب. يا رب العروسة اللي بتحب عريسها اللي بتشتاق للقاء بيه يا رب، يرجع يكون قلبي كده يا رب، وادور عليك واقول وجدت من تحبه نفسي، وجدته وجدته. انا همسكك ومش هرخيك. لو انت عايز تقف تقف وتقول له الكلمات دي، يسوع سوق لقلبي انت، انا همسك بيك يا رب النهارده ومش هرخيك، مش هرجع للتوهان تاني يا رب، ولاني ارى اعمالك واطلب اعمالك ما اطلبكش انت. يسوع سوق لقلبي انت، مشتهايا انت يا رب. يسوع سوق لقلبي انت، مشتهى انت، شوقي وطلبتي، مشتاق اكسر كل غالي، تبقى انت انشغالي والمجدك عيني. يسوع سوق لقلبي انت، مشتهايا انت، شوقي وطلبتي، مشتاق اكسر كل غالي، تبقى انت انشغالي والمجدك عيني. Yeah.
أنا قلبي تعلق بيك، أنت اللي أنا هعيش لي يا رب. بدموع هرجع تاني أتعلم السجود عند رجليك، والغالي قوي يرخص ليك، عشان مفيش حاجة تسويك يا رب، مفيش حاجة تسويك. كنتش عارف أنا ليه مش سعيد، أنا ليه مش مبسوط، أنا ليه مهموم وتعبان، عينيا ما بقتش شايفاك، وقلبي ما بقاش متلامس معاك. اتخذت يا رب، اتخذت مع انك انت حبيبي، اتخذت مع انك انت اغلى حاجه في حياتي، اتخذت مع اني عارف انك انت الينبوع الحي اللي يشرب منك ما بيعطش تاني، ورحت احفر ابار ابار مشققه لا تضبط ماء، بس انا راجع لك، راجع لك، راجع لك، راجع للعباده والشركه، راجع للحب والمحبه الاولى، بقول لك كل اللي انا محتاجه هو انت يا رب. لو هدور على احتياجي الحقيقي كده وانا بفكر صح، كل اللي انا محتاجه هو انت. قول له الكلمات دي. كل اللي انا محتاجه هو انت. عاوزهم يشوفوك فيا يا رب، يعرفوا اني ابنك بسبب الحب، عشان انت محبه، وانت تبان يا رب، وانت تبان، وانت تظهر، وانت تنور، وانت تاخد المجد يا رب. انا مش هقدر يا رب بعد الان ان اخفي هذا الاعلان انك حي فيا يا قدوس. أنا عايز الإعلان ده يا رب يملى حياتي، عايز الإعلان ده يملى حياتي يا رب، إنك حي فيا يا قدوس. أنا عايز أكون إيديك ورجليك، أنا عايز أكون عينيك وقلبك، أنا عايز أعيشك، أنا عايز أعيشك يا رب. أنا عايز الناس تشوفك وتعرفك يا رب بسبب الحب، وتعرف إن إحنا معاك يا رب، يعلموا إن إحنا معاك بسبب الحب. عشان كده خلونا نختم وإحنا بنقول الكلمات دي، قدوس قدوس، وقول له رب أنا عايزك تظهر وتبان، لن أخفي هذا الإعلان إنك حي فيا يا قدوس. سيدي أعبدك من كل قلبي أحبك، وأحيا لمجدك يا قدوس.
اتفضلوا اقعدوا.